طماطم كفايه كده بقى يا طماطم، كفايه قاعده على الجهاز كده، الكمبيوتر هيتعبانيكي قوي. حاضر يا مامتي، هخلص الدور ده بس واقوم على طول. انت هتزعليني كده وتندميني ان انا طلعت الجهاز ده هنا بره. يا ماما والله توتا مش زعلان. هو انت زعلانه يا توتا؟ مين اللي قال ان توتا زعلان؟ انا بقول انا اللي هزعل. هتزعلي ليه بس يا ماما؟ علشان انت طول النهار انت وتوتا ما وراكوش اي لعبه ولا اي شغلانه غير الجهاز. الكمبيوتر خلاص بيقول جاي منكم. يلا يلا اقفليه بقى وانزلي. حاضر يا ماما حاضر. لازم تجيبي لنفسك الكلام كده يا طماطم، ما بتقوميش بتستاهل ابدا. افرضي طماطم دلوقتي فعلا شالت الجهاز، احنا محتاجين الكمبيوتر عشان بنلعب عليه. خلاص خلاص بعد كده هسمع الكلام عشان ما تعقبش. هي ساعتين مش كفايه يا طماطم، انت برضو طماعه قوي. خلاص بقى يا توتا، انت لازم تديني في جنابي انت كمان. بس انا نتفق مع طماطم وانا بعد كده، انت ساعتين وانا ساعتين يبقوا اربعه. ماشي. الفجل والجرجي اخضر يا بصل، سلس وخضره يا ولاد. طماطم يا طماطم اطلعي وقفي طنط دي من البلكونه علشان انا محتاجه شويه جرجير. حاضر يا ماما. قولي لها استني طنط ماما نازله تاخد منك. ماشي يا ماما. الفجل والجرجير اخضر يا بصل، سلس وخضره يا ولاد. يا طنط يا طنط استني يا طنط. الله، انا عارفه الصوت ده، الصوت ده جاي منين يا ولاد؟ مين اللي بينادي؟ يا طنط هنا فوق فوق يا طنط. ايوه عرفتك بنت يا زوبي، انت اللي موقفك فوق كده. الله انت حمديه. انت حمديه. ايه ده، هو انت تعرفي الست دي طماطم؟ ايوه ايوه تعالي، دي طنط اللي انا ضفت عندهم ورحت عندهم البيت. مش معقول. انزلي يا بنت، انزلي يا بنت يا زوبي، والله ليكي وحشه يا بنت والله. تبتك ولا ايه؟ بنت يا زوبي ازيك يا بنت، عامله ايه؟ الحمد لله يا طنط، انت عامله ايه يا طنط؟ وحشتيني قوي. ادي كويسه كويسه قوي الحمد لله. هاتي باصه تعال تعال. خلاص بقى يا طنط خلاص. الله الله، خلاص يا طنط بقى كفايه بوس. الله، اكني بنتك حلوه كده يا بنتي يا زوبه. انت ما قلتليش يعني ولا عرفتني يا بيه؟ ايوه بنتنا جميله قوي يا طنط حمديه، وحشتيني قوي. تعالي يا توته تعالي. توتي؟ ايه توتة دي راخرة؟ الله، هي دي صاحبتك ولا ايه؟ لا دي توتة اختي، بنت خالتي واختي. قلتيلي. بقولك ايه يا بنتي يا زوبي، هو انتوا ما عندكوش شغلانة ليا؟ انت بتشتغلي اهو يا طنط. اصل انت عارفة شغلانة الجرجير والفجل دي ما عادتش جايبة همها. طنط انت نسيتيني لما كنت جاي اشتري منك الجرجير، ماما فكرني اتأخرت عليها. والله طيب يا طنط، ناديها لي كده يا طنطا عشان اسلم عليها. يا ماما يا ماما يا ماما ماما. ايوه يا طماطم جيت حالا يا حبيبتي. اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ الله يسلمك يا هانم، اني محسوبتك حمديه. دي طنطا حمديه يا ماما، مرات عمو اللي كان جابني هنا، عمو عويس. معقوله يا طماطم؟ يعني انت كنت عندها في البيت؟ ايوه يا ماما، اللي عملت لي سندوتش الطعميه وقعدت عندها يوم كامل. ده حلو. صحيح، الف شكر. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا حبيبتي والله بجد اللي انت عملتيه مع طماطم بنتي. لا شكر على حاجه يا هاني، انا والله مانيش عايزه اي هدايا ولا اي فلوس خالص، انا بس كنت عايزاك تشوفي لي شغلانه كده عندك في البيت، لو محتاجه حد يساعدك في حاجه اقضي لك شغلانه بتاع حد من صحباتك، اي حاجه يعني. فهمت فهمت. طب والله دي فرصه حلوه قوي، انا هسال واشوف اذا كان في حد من صحابي فعلا محتاجين حد مساعد يساعدهم في البيت، ما عنديش اي مشكله، انا ممكن اعمل لك اي خدمه بصراحه. اللي انت عملتيه مع بنتي ما يتوصفش، انا متشكره ليكي قوي قوي يا مدام حمديه. مدام مدام مفيش مشكله يا هان. انت بقى كنت عايزه ايه، جرجير ولا فجل ولا بصل؟ لا انا كنت عايزه ربطتين جرجير بس. حاضر عينيا الاثنين. ما تجيبيلي من الاخضر قوي ده، بلاش الفاتح. لا يا مدان، ده الاخضر ده برسيم من بتاع الحمار. برسيم؟ طب وانت حاطاه جنب الجرجير والفجل برضو ده ينفع؟ يلا معلش اهو برضو حيوان زينا. امسكي كده بس، اهدي البرسيم بتاع الحمار، اجيب لك انا من تحت من هنا كده اللي مخبياه للعزاز القوي. اتفضلي يا غاليه يا ام الغاليه طنطن، ده بقى هديه مني ليكي، مش هتدفعي حسابه والله، مع ان حسابه 5 جنيه، بس انا مش هاخد منك حاجه. يلا بينا انا والشيف. طيب يا ستي الف شكر الف شكر يا حبيبتي. يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي انت وهي شيحة. يلا يا حبيبتي انزلي روحي عند ماما. والنبي يا طنط علشان خاطري ممكن تديني لفه بالحمار الجميل بتاعك ده؟ لا والله مانيش فاضيه خالص، انا عندي مواعيد مهمه.
يلا يلا انزلي يا حبيبتي روحي عند ماما. يلا يا توتة، يلا يا طماطم تعالوا يلا. حاضر يا ماما حاضر. شيحة يا فجل، الفجل والجرجير اخضر يا بصل، بسلس وخضرة يا ولاد. ده الست دي فظيعة. ودي كانت حلقتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى أن هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا أصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناة طبعا. وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول ويضغط على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل أصحابه. نشوفكم مع حلقة جديدة. باي باي, باي, باي.